على مباراتي الترجي، وخاصة هيبقى في بعض الغيابات. مباراتين الترجي، لعيبة النادي الأهلي محتاجة إيه في الماتشين دولت؟ لا احنا بص يا مهيب، الحمد لله كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي مؤهله انها تلعب نهائي ومؤهله تلعب ماتشات. انت بتلعب في النادي الاهلي، موضوع ده مين يلعب مين ما يلعبش دي هترجع برضو للجهاز الفني وترجع للي جاهز، لكن الموضوع بيفرق في حته التوفيق. احنا بس اللي احنا محتاجينه ان التوفيق يحالفنا بس، لكن كل اللعيبه رجاله وكل لعيبه على مستوى كويس جدا، وكلنا بنشتغل وكلنا بنتمرن وجاهزين يعني، وربنا ان شاء الله يكرم ويوفق ان شاء الله. طيب المنافسه على بطوله الدوري شايفها ازاي؟ صعبه السنه دي، شايف في ضغط كبير على النادي الاهلي، في ماتشات مؤجله كتير جدا، لعيبه الاهلي الدكه هي اللي ممكن تتحكم في مصير الدوري المصري. والله يا انا ما اقولكش مش صعبه، كل حاجه صعبه. انت دلوقتي يعني انا عايز اقولك احنا في شهر 4 تقريبا او في شهر رمضان احنا اكتر فرقه لعبنا، كان عندنا ضغط مباريات رهيب، كنا بنلعب تقريبا احنا كل يومين كنا بندخل معسكر، كنا كل 3 ايام بنلعب ماتش. كل حاجه صعبه، ان انت مضغوط وبتطلع من بطوله تخش في بطوله بيحصل ارهاق وبيحصل اجهاد كبير جدا للعيبه، وكان دايما ماتشاتنا خارج القاهره، يعني احنا ما لعبناش مثلا 3 4 ماتشات داخل القاهره في الشهر ده، كل ماتشاتنا كانت بره. لكن مفيش حاجه زي ما قلت لك سهله، هي كل حاجه صعبه، بس احنا زي ما قلت لك احنا يعني بنقسم دلوقتي، احنا عندنا افريقيا الاهم دلوقتي، بعد ما نعدي ماتش الترجي اكيد هنفكر في الدوري وهناخد كل ماتش بماتش، ومش هنبص معلش يعني الواحد مش هتبص لاثنين وثلاثه قبل واحد، في واحد وفي اثنين وكل حاجه هتبقى بالترتيب، وان شاء الله زي ما قلت لك احنا ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله باذن الله. موسيماني، عارف انت جبت كام جون في الترجي؟ اكيد يعني اكيد هو بيذاكر كويس جدا الفرقه وبيبقى عارف مين لعب ومين ما لعبش، بس ان شاء الله ربنا يعني يوفقه في اختيار اللي هيلعب، وان شاء الله ربنا يكلل مجهودنا ونحقق البطوله الغاليه لجمهورنا العظيم ان شاء الله. يعني 10 ممكن باذن الله ان شاء الله. انت يعني بص في النادي الاهلي احنا ما بنلعبش غير على البطوله، ما بنلعبش غير على المركز الاول، لكن ما بنبصش لأي حاجة تانية إن شاء الله بإذن الله، يحالفنا التوفيق وتكون العشرة من نصيبنا إن شاء الله بإذن الله. طيب كابتن وليد، أخيرا شايف تألق صلاح محسن ومحمد شريف إزاي؟ دي حاجة كويسة، اللعيبة بتشتغل يعني. بص أقول لك حاجة مهيب، طول ما أنت شغال، أنا دايما بقول الكلام ده ويمكن قلته معاك على نفسي كمان، أنا طول ما أنا قاعد على الدكة بس أنا شغال، اللعيبة دي كانت قاعدة بس كانت بتشتغل على نفسها كويس جدا، بتتمرن، لما جت لها الفرصة مسكت في الفرصة وأثبتت للناس وأثبتت للجهاز الفني إن أنا أقدر ألعب وإن أنا أستحق إن أنا التيشيرت النادي الاهلي والعب في الاوقات الصعبه، عشان كده ربنا بيدي اللي بيتعب. صلاح محسن الفتره اللي فاتت كان بيتعب في التدريب، ربنا كرمه، كذلك شريف، اي حد بينزل ربنا بيوفقه، ده مش من فراغ يا مهيب، ده من تعب وبيتمرن وبيستنى الفرصه، وكل الناس بتتمرن ومستنيه الفرصه، ده الانديه الكبيره وده النادي الاهلي بالاخص، ان اللي موجودين فيه مش موظفين، ولا اللي موجودين فيه في زعل ولا مش زعل، لا، مصلحه الفرقه اولا، زائد ان في بيحترموا وجهه نظر المدير الفني، زائد ان انا بحترم الكيان اللي موجود فيه، زائد ان انا بشتغل لحد بتيجي فرصتي، ولما بتيجي فرصته بيلعب وبيتالق زي ما شفنا صلاح وشريف، ودي حاجه كويسه وهم لعيبه كويسه وسنهم صغير، وان شاء الله ربنا يوفقهم الفتره الجايه باذن الله. وليد بشكرك، وانت قاعد كده كلعيب كبير وبتصنع الفارق وقاعد على الدكه، لعيب كده دايما لما بتشوفه بتحس ان انت مطمن على النادي الاهلي. كلمة واحدة مطمن. كل اللعيبة أنا عارف بس لعيب بتبقى وجوده في الملعب كده أنت وليد مطمن، زي ما كنا زمان وليد لما بيبقى في الملعب نبقى مطمنين أما بيلعب 90 دقيقة. والله يا مهيب أنا هرجع أقول لك المقولة اللي كان دايما يقولها مستر مانويل، الفرقة كلها شخص واحد، لعيب واحد. أنا ما أقدرش أقول لك فلان وفلان، كل اللعيبة رجالة وكل لعيبة لعيبة محترمة ولعيبة بتضحي من اجل تيشيرت النادي الاهلي، والفرقه كلها انا بقول لك كلهم مش واحد بس، كلهم رجاله وكلهم بنطمن لاي حد يكون في الملعب، احنا بنلعب باسم النادي الاهلي ما بنلعبش باسم افراد، يعني اللي موجود في الملعب هيأدي للفرقه، عشان كده بقول لك النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي، مش بلعيبه مش باشخاص ولا الكلام ده خالص. البطوله اللي بيتمناها وليد السنه دي
اهم بطوله بالنسبه لك السنه دي؟ اهم أفريقيا بطوله ان شاء الله. افريقيا افريقيا ان شاء الله. افريقيا. بشكرك كابتن وليد، سهرتك حبيبي واشوفك قريب على خير يا حبيبي والله. الله ربنا يخليك حبيبي كابتن وليد.